مرحبا بكم شباب وشابات. كالعاده الاستاذ سي فؤاد باجي موجود معكم لهني في حاجه جديده برشا باش نعملوها في الشان يوتيوب نتاعنا لهني اللي باش تكون سيري كوتش. السيري هذه باش نجيبوا كل مره واحد من المع ومن اشهر الاسماء في العالم العربي نتاعنا لهني في عالم ليج اوف ليجندز باش يكوتش اخوكم جالي فايش ويعلمه كيفاش يلعب وبالكش حتى هو نهار اخر تلقاوه على الستيج يلعب مع البرو بلايرز. السيريه هذه باش يكون عندها بعد تعليمي وعندها زاده بعد اخر ترفيهي. دونك ما نجم كنت نتمنى لكم فرجه سعيده. وهذه كانت المقدمه على خاطر اول حلقه باش تكون هنا. وخلينا مع بعضنا طويلا نكتشفوا شكون ضيف الحلقه هذه. باهي مرحبا بكم في الفيديو الجديد هذا باش تكون اول فيديو في السيري نتاعنا نتاع كوتشد باي. والبطل نتاعنا الكوتش نتاع الحلقه هذه الغني عن التعريف عمكم عزرا هاكم موجود غادي تشوفوا في الوجه النير. مرحبا يا عزرا. وبيك عاش. وينك بابا؟ الحمد لله صحيكم انتم. والله نشكروه. اليوم فهمتني اللي باش نمرجوه هو الانمي جانجلر على خاطر معنا عزرا باش يكوتشينا شويه طويكه في طرح راكت. بيفور يطلع سمارف ميشالنج. ان شاء الله ان شاء الله ولا ان شاء الله ليه بشويه شنو لازم قوه كيفاش لازم رياكت. قبل ما نبدا عزرا شنو الشامبيونات اللي ماشيين مليح تويك في باتش هذاك؟ الشامبيونات اللي حاسس ما شفت اولاف بروكن فريمون كارتوز زاد مازال قوي اما في سولو كيو اكثر منه كومبيتيتيف. لي سين زاد قوي على الاخر. ايليز مش خايبه حاجات كيما هكا ما تبدلتش برشا الحكايه ما تحس اللي فرميو برشا اقوى توا في باهي من اللي سميتهم انت. استنى خلينا نشوف انا من اخر لعبه وما لي سين هايبر صرت تحب لي سين جربوا الميكانيكس ولا انا خساره بس ايش خليها تشالنج هكاك جربوا لي سين لما حل 10 نذكر لعبت شويه لي سين وصبا اكثر واحد حاسس في اللي سميتهم انت لعبه من قبل. اوكي مش جنجلر بلانر والله خمن فيها ما قيتش نعرفش بون بس فما ما نلعب رينيكتون داريوس موردي كايزر وفيورا نو يا دونك ليسين القدر يحب ليسين. شنو النصايح بالنسبه للجنجلر مبتدئ طبعا معنا كيفي انا شنو الحاجات دو باز تاع الجنجل حاجات دو باز تاع الجنجل صور تعلم البيزكس فور اكزامبل السيزون هذي حس الفارم وانا بليز امبورطون كل جا بليز او موا ماذا بيك تكليري اكثر معرفش قبل كنت نجم تكليري ثلاثة كومبوات شوف بيش جانكي توا ماذا بيك تكليري بعد جانكي حس هكا مش توا اخر ماذا بيك تغزر برشا ميني ماب تخمم معنتها تعمل معنتها كي تلانسة طرح كي تبدأ في ال شارجمون تتخمم تقول مش عندي شامبيونات شنو هي كونتري شامبيونات وتشوف شنو حسب رايك تخيل هكا سيناريوهات في مخك تشوف شنو حسب رايك لينويت نجم جانكيهم فهمت فور اكزامبل مثلا فور اكزامبل تيك اكزامبل صغير عندك في البوتلين كزايركا كونترهم نوتوليس كايسا قولوا لي هما معناتها تصير برشا البوتلين هذا جينيرال كزايركا عندي ما عندهم البوش على كايسا نوتوليس فيك زوز رانج ماتش اب وزيد نيفو 1 تاع كزايا ونيفو 2 قوي على الاخر ان كونتيست دونك انت تخمم لازمك تخمم كيف باثي بارابور الحكايه هذيك ديما تاخذ بارابور الحكايه هذيك. لا لحظه عزرا خليني ساعه نخمم في شنو الشامبيون باش ناخذ تبان الخير في طور تحنا اوكي شك في الميكانكس لا واش كازيكس اي كازيكس سوا اوكي كازيكس تاري مش خايبين باهي تلعبش الاخر لا يا جمع إيزي هو كازيكس أسهل برا كازيكس
في كل في نفس الوقت نحب تشالنج اما ما نحبش نعمل للعار معناتها لازم بنسى الشيء هذا طبعا. باهي دونك وصلنا كي تبدا في الشارجمون تشوف انهم اللينز اللي تنجم تكانكيو. وتصور الماتش هذاك كيفاش تلعب، تصور ستيت نتاع اللين كيفاش تكون، باش تقام روحك انت اللي ليفلز فين تباثي معناتها. كيفاش تكتيري بارابول الحكايه هذيك. ومن بعد فما تخمم في دريك ويت من دقيقة 8 وانت طالع اماكو عندك نونو يوكو دقيقة 5 تنجم تعمل بدون ما يسبوني تو دريك ويت امبورتون على الاخر. فما الهيرات زاد دقيقة 8 الكانتر جانجل زاد مش خايبة طبعا. ايوا فاس شو الفاز نتاع الفيرتيكال جانجلينج هذيك؟ فيرتيكال جانجلينج هي تشد الماب تقسمها على زوز فور اكزامبل ترجع نفس اكزامبل عندك زايرة كان وانت تلعب نعرف جانجل اجريسيف هذا بيك تلعب على البوتلين تاعك حتى مش يبدا عندهم البوش دونك كي تعمل فيرتيكال جانجلينج تنفيتي فور اكزامبل الانمي بلو باف سيبوزون انت بلو سايد دونك انمي بلو باف البوت سايد فهمتني تنفيدي البلو نتاعو من الاول ايرلي جيم سيبوزون كنتو ما عندكم نيفو 1 اقوى ولا تنفيدي ولايت باش هو ما يحلبوش باش ما يفايتوكم برشا تهزوا البلو وكي هو باش يسلق انت هزيت البلو هو باش توبليجا يمشي البلو نتاعك دونك توالي الماب البوت بوت سايد نتاعك بوت سايد نتاع الماب الكل يوالي نتاعك فهمت دونك توالي ديما عندك بريشر على البوت لين نتاعك فيك هما باش يبوشيو كل ديما بحذاهم كان فما حاجه هاني موجود والجانجلر زاد الاخر يتفاسى باش يكون توب سايد دونك ما نجمش يكونتستيك وانت تعمل اش تحب هذاك هي الكونسيبت بح كما تلاحظ تويك هذوما هما الشامبيونز هذوما هما اش عندنا واش عندناش تخبى لي كرامه شرف بها هو كعنا في التوب اورن كونتر جاكس عم كنت جاكس توب عنا في الميد اكل مش لما نيجي نشوف الاكرام تاعك جد نحال استنى يولد الجيم بروبس هادي وين ولا الاخرى هاي ديسكورد هذا ما كنتش ترى فيها تاعي شوفك اليوم نورمالمون جيم كابتشر وقت راه نو باقي شيء زعما لازم نقص ستريم وبدل صار من ديسكورد الحكايه ولا بس انا بجرب نقص الشير وترجع ياك ستريم مره مصر انه يا نرمى مو انجين ديسكورد سي بون يس نشوفو ستريم لاب سي بون باه ايتمز العادة هذم يا هانتر تريسمان لا 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 مش كذا بوشانيت نو 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 ريفيل بالبوش ومن الاول ديما تحاول تعمل خط باش ما يفيديوش خط معناتها متعدى لهنا هكا معناتها جينيرالمون يبدا البوتلين غادي في البيكسل بوش هذيك كيري والسيبور يبدا في الرابتور وانت تبدا بحذا الولف مش بحذا الولف بيكسل بوش فوق انا اما تو كل شيء داخل بعض في البارتي هذايا صحابك ما يخش يعمل اصلا اش معناتها بيكسل بوش هذه بيكسل بوش لا اطلع شويه فوق على اليمين هذيك بيكسل بوش فوق على اليمين بحذا وين اورم فين اون فوق انا هذيك بيكسل وتحتها بنانا يوسف بيطلع عندها مسامي ترى في الكرسور نتاعي ولا لا مش مشكله ما قلقش باهي اذا ريت بعد علاش ريفيلبل مش شو اسمه الاخرين ثلاثه خاطر البيك خاطر البيك بس تلعب بوس لو عم تلعب معك رفع فتح فتح يلا نتوليوس فوكس على نتوليوس تاش كيو نعم بارك لازم تسميتي اسمه نايس
اوكي جود امشي ريد امشي ريد راح قرا مش فاهم برش قاعد يصير يا حقرا محقرا ما عمل ريت عمل ريت تنسخ بوسيونة ثانية زد العون وفكر ناس تمشي قنامي تبع الباثينج طويك كيفاش بتفهم؟ ماذا بك تكليلي كل شيء توا اما انت بالنسبة للكام تاعك تعمل قنامي ترابتور وتريزيت سمعت القنامة كبير ما يهمش اسكت سمايتي من الاول ولا ما بيك سمايتي من الاول ما بيك سمايتي من الاول باش تكون سيور الدمج كل تعمل خاطر كان سمايتي في النخر فور اكزامبل تخسر 10 ولا 20 دمج واللي مش افيشنت اوكي لازم سمايتي هو 380 وانت تعمل 390 دمج دونك تخسر اوكي حسني قادر اني اكمل رابتر صاب ليش كذا تنجم تنجم رابتر كايتيهم وعندك سمايت اون بيس لازم حتى من غير سمايت تمشي في الوسط تضرب دبل تقعد خير فيهم اللوطه تضرب هذا بصغار ولا بكبير؟ بس تعمل الكبير سمايتي ريزيت ريزيت كيف كان ما استعملتش الانتاع كيومكم تلقاكي يا متاو ريزيت اوكي ننصحك هوني صبات وقعد استنى الايتام تاع الجنجل فيه بعد اخرج ومشي توب سايد ايتام جنجل ثاني استنى استنى ارجع ارجع هز الثاني ثاني ثاني يتم الجنجل بتاعت 350 ولا اطلع بلو تو تو بلو ديريكت من بعد على خاطر هون الشواء نتاع الايتمات سادي بوم الشامبيون فهم الشامبيونات نجم ياخو فور اكزامبل ليسين ليسين تحس ما يطيحش لواش بيه خاطر عنده اللايف ستيل في الدبل نتاعه دونك لازم تمشي لونج سورد لا اخذ مين اخذ مين نصحك ما تفايتيهاش اوكي قاعد انت قاعد والله يا اخي يس 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 نيمو ويف فور كل شيء بوشي هارد هذا بوشي على الاخر قد ما تنجم بزيك ويف اخرى زاد باش بوشي البلوم تاعي زعما تهز بوشي بوشي لا ما تهزش بوشي كل بوشي بوشي كنت صحيح باش تهز برشا اكس بي لكالي اما كنت برشا ريزيتا تاع لامبس اكس بي لازم تدايفيوها مابي كي جيها كالي ترى بوشي سلولي لازم حاول دنايه شوية خوفه قرب له شوية اوكي هذاك ده خلص تاخذ في الجروز ده اها دنايه تخلي وش ياخذ اكس بي نمشي على راحي ولا نقعد برا على راحك سيمو اطلع البلوم تاعك توا فول فارمي معناتها بلو جرون بول فرابتور بلا ما تغزى حتى بلاش تقص كيف ما فيك اوكي هذا يتهز حتى داخل امان يس خلني لا تبوت سايد لا تبوت سايد اقعد اقعد لا تبوت يس يس وات ذا قد قد هو الاخر ذا اللي شيحوه من بعد روح هون ليه بدا من الاول فيش فيش باث اهو ما ما كسر حسن كلوش كم غادي ذا هي من الاول البيت وقت اللي انت اللي زيتيتها هون بيت صح مش مش توا ما تمشيش ما تمشيش ما يوقف بانك ولا نمشي له ولا يضرب فيه كم الكريبة يا بخي كازيكس ما لازمكش تخمم برشا في الجاك ويت ابي جيم لازمك تكون تخمم في الفارم اكثر من هاي بالله انا ما نعرفش ديما نحسه ايرلي ايرلي جيم بالعكس اعمل طلع على البوت ريزيت ريزيت سوبر دونك الهدف نتاعنا نوصلوا الهدف نتاعنا رسول الله داري مش تعدى حقك توب اللونج سورد بس لي حقك فيه تعال توب اللونج سورد هطلع جراوند اوه خيط اسيست نايس نايس سمير اوكي بداية مش مش سلني بوسيس هو القحبة
وولفز ولا جرامبلو؟ جرامب ماذا بيك؟ زي ما زيد حاول تعمل طلع علي نوي حتى تفاتي من فوق للوطة كم ساعة تستعمل وولف بعد جرامب بعد ما تستعمل اللوطة تدخل بعضها اوكي زي ما عمل طلع زيد علي نوي نزمك تخزر يسر كان هلا تو تخزر الوطة مجاكة من هوني نطلع له لا يملو شوية محد اوكي نجم دور له من ريفير يمكن ترشح كاركتر بوش اه اطلع فازل اه روح بيه هذا ما ازلك سبيق يلا نو اه مرحبا بيك في الغابة صاحبي جدا ديما البيع عليك ديما انت الغالب ديما ايوه اطلع نو سي بابا عد على الزبي الحلقة ذي عد شو استع الفازة ذي وكو ولا استع الفازة ذي ولا قلت لحط البهيلات ذي وتعد كيوة تنازم تيفولف الكيوة تيفولف الكيوة هو جميعا لا نعن دين نعن نعن زكم بو قص على زبوبة حقا ممكن ما نعدوها يشري برا اورن يا حاضر نكمة الحمراء ولا الزرق؟ حمراء حمراء كونتر كسينزا حمراء قابت قابت طول بالريد نتاعك اها شيء ما حط الفارم بعيد يعني لا عشان انزل الكزين كما حكينا من نوم نقاوموه ان شاء الله بالريد البوت نتاعنا سبعة حاسم جون بي طويلة أمور جانس كيفاش تعمل برايورتي نتاعك تكون مقرن كيف شكون صار البوتلين نتاعك هوني رابحة بالقدا تكون كده توب أحقر طون كده في الزر لبنان كاسع بالزباكي ما عندوش لوكاب وعندي ستة جيزات سارك بالبوت طاري غادي كثر السمايك ما حاطيش كله شفت وسكت قديش 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 خايبه الحكايه دي بالنسبه للجنكر خايبه مش برشا والله هذه فوق قديش خسرت انت كانك ضيعت كانون معناها لا من ضيعت كانون بس حكيت سكوندات اهبط بس شوف عملت كيف بس دريك جنك نكت دريك معاهم ايه يور تايم تو شاين جيم ايه بابا ايه نربع موت انا وتحبت صيح 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 اودا دوبل كيل محبش حاجة اخرى دوبل كيل هذا الاول اوي لو كاش تقام دريك هون يا خلت تشعر نجم سلوية واحدة كاكازيك صح نجم عندك كيو ايفولف تو سمايت بشعر هريت التوب حل هيرالد بالك من المطلع حاسه جاينا ماذا بك تروزيتي هوني بتقرب يقولك معامل شوية بوتلينك وبريف حتى لا داري ثم التينك كده نكمل التينك ونروح اهلا شوفي ليش يا اخي هدية من عند الله سبحانه عز وجل هدية من عند لو لو ما هون ريزيت اخو مسقال يوم خمسة ادي كونتريك خذ ايتام الجنجل و ارمر بوتس هذا ايتام بوتس نينجا ولا هايدا لونج سورد هايدا لونج سورد بينك ولا بينك يس يو بينك نيما بينك امشي قولي ميتور ما العب بوت سايد اوكي واحكى كل شيء امشي حاجه من البوت جبت
شو ما على بالك تعمل طو لازم تعملها يوم ما تحشيت يا ورد صدين علي فوق شو شكون يحكي لازم طلعت الربي الرابترز عندي برشا عليهم استحشوا هذا نجمو نعملو حاجة زعما لازم عم مش نفسي اعمل لك باركور الزب يطلع من فوق زين هز لك بابا ما زوي تحت غادي اشوف حاولوا انا اطلع رضا يا هو ايوكم زب تجيبو كسيزا العب العب انزي انت اتاك اه كيو ايوه نفسي رابترز ايه يا رابترز نكلم شوي اكس بي في الميوت شوي فار لازم ديما كمباكس كم بيوم كمباكس حبك المانيا في مخك صاحبي جد 33% كل شيء ني والله ساعات مدبرم في نقرا في الفاتورة متاع سوبر مارشي روو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 و
مدري شنو الديسك بليد ولا مرة هيك ديسك بليد ديسك بليد تبدأ بليد ثري تبدأ هتعرض لهم بتاعك وكما خبزة فيه زعمة قرني وقف ما عنده شلتي نمشي معاه زعمة ولا نبعت منه لا زيادة زيادة ما بعرف منك هم قاعدين هم حتى كده يا زيه ربي معاهم ربي معاهم انا بعرف منك قبل فنة في الغابة هني نبدأ وولفز ولا كارمين شفتو ديريكت لازم ديما تخمس تعمل خط مستوي تبدأ جرامب وانتي هابط اوكي معناتها تو نمشي جرامب نرجع بلو اهلا ماذا بيك ما روح فيه سمعتي؟ نعزكم بالله سامح لي عفوا يصير 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 توب مين توب مين توب مين اتفايت هذا ولا لا انت زين غادي شوف عليك زين شوف عليك زين روحوا بها لك عنده قلت عنده قلت اتفايت اتفايت برا 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 قلت انت شوي زين ايوه زكس ايه بابا ايه هذا الكوتسينك ولا دوا يا العزراوي ولا دوا امشي للتور انت للتور امشي تور هذا جاء وانا في ميدا له تتفضل امشي اعمل ريد كل ميت واستنى دريك بشارج انا شفت له رابتورز نتاعو لا لا ما غير غير ريد نتاعك ريد نتاعك ريد نتاعي زي ما عارك الزب ما ركحوش خايف ارمي وحاجة هنيك يوقف في اوقات خايفة عارف توقف الوقت كلاس تشوف خارجين برا برا بعد ما تطلع فيه الفوخ في السرويل وتحط الكرتابة بالقدام الزب يا حسن كنت عمله في الكتابة فما دريك هو اهم حكايته ديجا خذيت دريك الاول وتوا كي تلم اربع دريكوات تعطيوك الروح دريك نتناقش معاه هو اللي فات ثاني النيفو ديجا صعيبه ما غير برا برا هو بشجاع الدريكات كعبه كعبه خذ من تاعك ثاني لا لا نورمال مو جوتناك عمرك عمرك ما تخمن اول حكايه عمرك ما تخمس تنسي بتبدا فايت بالوتي نتاعك ولا بتستعملها كدمج ديما اسكيب ديما 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 اسكيب صوت تبدا عندك ولتي اول حكايه تستعمل ولتي تقرب جاب كلوزي سايب البوست نتاعك الكل تعاود تستعمل ولتي مره اخرى استنى الكول داون نتاعك يرجع سايب البوست مره اخرى بترجع لك كيو كل ومن بعد الاوت خليها يا اما بتستخلط على فلاش والا بتسل كانك لو اس بي فهمت ما تستعملهاش باش تدمجي ما تستعملهاش باش تنجازي فهمتني لازم تبيع البوستون تاخذ الكلكل من غير ما بس امشي تقول دريك الزبي
برافو عزو يا اخي زلمه سيبور شنو هذا شليك لازم ديريكت دريك كسح شوي اعمل جوليميت ولا بطريقه خير جست الوضع خاطر مدلين نتاعك ميت واللي كونترك شي بوشي دونك كذا عنده بريسيون على دريك دريك فرمي طب امشي يا ميت عمو تاعك لا شنو واحد رابترز رابترز انا سنيكي بطير ميبي فاهم كيف نجرب حالي انا اللي بسترد علي ما نعرفوش الفيديو كيف بروك حتى انا مش فاهمه ما ديجا القحبه هذا ديجا هوني هذا كل ما حضر يحضر زبقته بقى اي 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 لا صح ها هو اللعب كاب كلوز بالاير وما تخلي الام تاعك الام تاعك توا لا نيكوم يحكي زين تاعو كاب تاع زين تاعو الام تاعك ديما في الضربه الثانيه نتاعك زين خاطر تقدر تطلع شنو النيفو ديالك؟ Air, I guess. Air. Yes. Ah, that's right. My next item will be. نجم تمشي بلاك ليفر هون. الكونتر كله مغفص. أكسو. إيش نوع هذا؟ Out 100 top. حتى شدار ما عندوش في الزبدة قال يا سمحنا قدوري به بس نلعب على طريق إذا فما دريك أو نلعب على طريق إذا يتجير أنا أرسل على طريق الزبدة يمجي كيان الزبدة بوشي كلمين لازم تتصور تنهو تعمل دريك نجرب السولوية تعمل لازم هيك بس ولا هم اتجاهات انا خلي الام تاعك انتم حاولوا اللي حامل السمايك مع الكيو شوف الكيو تاعك بس عم دماج 500 سمايك طبعا ايه 1200 1200 تعملها مع بعض حاولها يموت نيك نايس ملا تانك بعد ديما بس نفسرلك حاجة تعرف الدراكتر تعمل ولا بالضبط كيف الدراكتر تعرف اش تعمل الباسيف نتاعها لا اللي تيم دراكتر ما يشوفكش اللي كونترك تاخذك الضربة قوية يا ربي لازم بيطلع الباسيف ما تغزرش وراك ما ترجعش يا ربي معاهم بعثهم هنايكو باهي دراكتر كي تنفيزيبلي تعطيك ضربة قوية فهمت دونك انت شنو لازمك تعمل؟ لازمك تنفيزيبلي بعد تعمل اوتو اتاك باش تعمل الضربة القوية نتاعك وبعد تعمل كيو وزاد الحكاية نفس الحكاية مع الباسيف الباسيف عندها نفس الحكاية استكيو مع بعضهم الزوز اذا كان كي تنفيزيبلي كي تخرج من انفيزيبلي تخرج تعطيها اوتو اتاك فيها برشا بس ومن بعد وراها كيو ما تحاولش اذا كان نعمل كيو ديريكت ما يتعداش الدمج نتاع يتعدى الدمج اول اوتو اتاك تعملها او من هذيك تعمل اوتو اتاك باش تسلاوي بالباسيف بتاعك نايس خطر سيب تور الميدا فاش تنفيدي توب سايد زاد هون تشوف شحال خليهم هما يزو تور ونمشي يا انفيد ولا عاونوا في التور فقط قاعد يديك تريحة السخطة بالرقم 07 و دونك زب نوكا شحال تعمل قاوم نايف نايف اون فيت جيلي الباسيف نتاعك فيها سلو فهمتني في الاوتو اتاك نتاعك تخرج منها فيزيب دونك انت ماذا بيك ديما تعطي اوتو اتاك باش من بعد تخرج وراها كيو خاطر كي تسلوي تولي 100% تمس فيه الكيو فهمت مليك كي تعمل كيو تبدا تخرج منها فيزيب ما تسلويهوش لازم بعد ما تعملش عليه اوتو اتاك يقعد يكلك هذه اللي قاعدين نحكيو عليها الباسيف نتاع الديسك بليت هكا لا الباسيف نتاع الشامبيون نحاها من الدوري نحاها بس في ماستلو الباسيف نتاعك انت ولا تضربك كهو في بالي ولا ولا مازال تستوى انت سلو لا مازال سلو سي سي مازال سلو في بالي حدا الباسيف نتاعك تاع سلو لا احنا نقرا الباسيف نتاعنا ما نعرفش
سنيك معنا سايب عليه منه سلسة كلها هون بس السيف متاعي شو ناوي يخفي كيف مدركتها بالضبط في بيك تخرج متراس وسلوغة خمسة عشان دونك يستكيوا مع بعضهم هون بدنا نكملوا بلاك ليفر هون نخمم في جيا يمكن كواردي ننج نبدلها بال بالارمر ولا بال زوز بيين ارمر يمكن خير ولا ستوب واتش بيين اربعة دي كونتر مش ينقبوه التوب مرة مشان نكتب لوب قاعد يفرغ لك في الزنقة بتاعك كيف سفاتيب شي نكتب شاز كل شاز كبار بيجي حاولوا تمشوا من بعضكم ميد وكم تستير اوه ما ريبورت على الزب يا جماعة حاول ستيلي ولا سايبر؟ ايه حاول ستيلي حاول ترى شوف اذا انت مش تقول هلو انتي يورا نفس الحال حاول ستيلي بكيو دا كيو سمايت مع بعض نزل بكري نزل بكري استنى شوية صبر 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 اقرب له من تيلي لا 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 حق قربت له من تيلي سيلي جيت له تيلي ما لازمش يفكس له تعمل ايه كيو سمايت باه ترى نعمل نظر على بون كلهم سافا بخلاف الحيوان اللي في التوب حتى بوتلين حيوانات 229 مرة 19 مرة يا رسول الله بون مقارنة به هو سما صبار حاطه هو البنشمارك حاجة به اللي قلت لكم كلهم ما ديك كنت تشدوا البارون ذي تربحوا الطرح ان شاء الله حاول تستيلي الدريك هذايا ترى نصور ورش تقرب للسول مرة هذه كما قلت لك حاول تقعد التالي وتعمل او كيو سمايت مع بعض اوكي مش جدول عندهم تصور تالي شوية نصور دماج متاعك عليه في ال 1100 حاجة يزبي زي معلمني بصير نازم تنفي زبي ترى لا 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 متعمل يا سامر بها نمشي يا جولمز ماش تعمل جولمات بعطل جولمات مع التيم طو ايه مع التيم لازم ارمي اعمل لكي زبورة هوني الخدمة متاعك تحت الاخيليوس ما يموت بكم نايس 450 تنف التوب لو نقعد مع اورن ولا نمشي معهم اقعد ميد اقعد ميد باركور زبك نايس 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 موت الروح خير حاول كي تستعمل انت التاك ما تستعملش اي حبار تخرج من الافيزيل كيفاش شنو عملت انا غالي؟ ذول عملت تو اتاك بعد لوت ولا نيك روت ظهر لي من عندك ايه ما حدا كتنيك روت تقعد في الانفيزيب عملوا تو اتاك هي اللي تخرج جرب زهري معاك يدم فيه تفضع معاك خدمتك خدمتك بسقط لافيليوس يوكم تنعزل زاكس ما بيك تحقروا ربما يتقتلوا يا جلي أربعة مونسي 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 سايب 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 لا اوكي ملتي ستوب ويتش نمنع زعما لا لا مستعمليش مستعمليش يستعمليش يستعمليش مش مسك تذكرش على الوقت نتاع الاو اي مال مش مشكله
احكي لي احكي لي علاش جراف فشل هذا خاطر سون بوسون بسمول فما خاطر حلق كي بستعمل ستوبورتي نتاعك بسنحها معناتها مازال فيها 3 سكوند دونك وصلت هذيك اوكي كي بسنحها لك الالتي امبوسيبل تشد حق يا اما تمشي على الناتوريست تحاول تقتله يا اما تحاول تسل فهمت تسل بالالتي تحاول تمشي الناتوريست يا اخي انك تستنى انت على الجاك مش مشكلة مش مشكلة قاعدين يخسر في الوقت لازم نكمل طرح فيسا خاطر ما كل هذي من اللي قردك زين حاول تفرمي شوية زين دجاج بعيد برشا ايه لازم تطير شوية الغابة هذيك المشكلة في الغابة جديد طيح شوية نيفو سايا ما عادش تطلع خبط هناك خبط هناك ايوه فوضى يا سيدي ها ولا يتقل وعصفة دي انا في الشام لو هالقرودة تعذب مش انك دلد على رفع وداخر ميت نعم طلع على الدنك بتاعه وتعمل تيم لازم تنفي اليوم بوت سايد يعني مشكلة عندكم اني بيتور تحت لازم واحد يديفندي بنجيلهم 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 توب لين بس شد الويف الباطل ذاك اوكي شوت ضربت فيه ما عندناش شلتي مخ صعيب صعيب صح ما تنسيش الريد سمايت بتاعك زد ريزيت هنا دريك جاي لازم نفايتيه واش عمل ايه ولا كان تنجم تفايتيه اخي جيا تنجم تاخو هون ننصح خذ المكسير واستعملو خذ لونج سورد امور فايت دار لي ما نخسرو عندهم برشا نيفو علينا مش لزمايا تنتي زد فايت ابو اليومكم جاكس فوكيس جاكس بس لو مان جمعية اقسم بالله جي جي حاولنا يس عملنا دالينا دونك في الطرح هذا شنو هو الاغلاط اللي صاروا من عندي يعني؟ شنو هو الاغلاط؟ الاغلاط حس فور اكزامبل انا خلاكر بالضبط فاهم الانفيد نتاع الكزين هذاك اللي طايح كيسر بيهايند اما انا وقت قلت لك هولد ميد ولا حاجه كما هكا وقت اللي قتلني اللوتا في البوت سايد ولا الفوق في التوب في التوب يظل ظهري وقتها قتلت جاكس في التوب بعد هبطت للجنجل بعده نلقى غادي انفيد الدوم تاعي وقت نحس الاغلاط معناتها الاكثريه الاغلاط نحسك ما انت ما عندكش بيوت في مخك فهمت لازم تلعب وعندك بيوت فور اكزامبل تقول انا توا تحل التاب تشوف ايش عندك ايش ما عندكش تقول انا توا من نربح طرح كان ما نكمبي البوت لين ما نربح طرح كان ما نهز دريك فهمت بعد كي تحط البيوت في مخك وقت تولي باثي اكوردنجلي ولازمك ساعات بون مشكله في اللو هذا ياسر كيوتيك ياسر فايتس ما تنجمش تركز ما تنجمش تفرمي فهمت يمكن كان معناتها انا بخاطر كي باش ننصحك بوينت اوف فيو نتاعي بوينت اوف فيو نتاعي معناتها لعبت ما تفايتيش هكاك جري غلمات نجم تقعد تفرم على روحك امورك مريقله فهمتني نصايح يتمشاو مع الايد وهذا معناتها شنو يمكن نعرفش تحس برشا فوضى معناتها كانت فايتي اكثر يمكن خير هوني تكون موجود اكثر في اللينوات تحس ياسر اوف اكستندي وياسر يقدموا ياسر يمكن زاد جنجلر ايرلي جيم اكثر من كازيكس حتى كازيكس الحقيقه معناتها اوكي عنده بيرز دامج وكل ما مش early game early game كما for example Elise ولا Chopinit كما هك ولا Olaf فهمتني سينو شنو يخ
كاو نتصور امور باثينج حسيته على الحيط برشا الباثينج تاعك. لازمك ديما كيما قلت لك معناتها لازمك تخرج من الباس تخمم شي اوبجيكتيف نتاعك باش تعمل بعد كي تلقى اوبجيكتيف اكزامبل قول انا بصراحه بعد دريك وانت بلو سايد كيما طرح لي فات قول باش نباثي من الفوق للوطا شنو فيها بعد دريك فهمت تعمل ما تمشيش وولفز تعمل جرامب من بعد وولف باش يكون خسرك خسر واحد فهمت حتى كان تمشي وولف من بعد جرامب من بعد تهبط تخسر وقت صحيح معناتها ما تعمل هكاك الا ما ناوي تطلع للتوب وقت تمشي وولف اكزاكتومون كيفاش تعمل وولف جرامب ولا باش تنفيدي ولا باش كان كي توب ولا باش كان كي ميد من تيل اوكي بدنا تحط اوبجيكتيف باثي اكوردنجلي بذكاء شنو اخر تحاول ما تمسيش دبليو بتاعك على الجريمات ما عرفش عليه السمايت جيمس تعملها باللور باش ما تخسرش دماج حقق فاست البارو وزيت من تالي هذيك زاد باش ما تذكرش دماج خذ وقتك زاد وفي التيم فايت ركز معناتها تقول تحل تاب تقول شنو هي الاوبجيكتيف نتاعي فهمت قول باغ اكزومبل الاوبجيكتيف نتاعي انا كزيكس لازمني نقتل افيليوس ولا لازمني نقتل تحسهم الحاجات هذوما فهمت تحس روحك ما تنجمش تقتل جاكس خاطر تانكي على الاخر لازم تقتل اللي يعمل دماج فهمت وتحط معناتها البلان راح هذا كيما هكا اوكي الله غالب للاسف انا جبناش نربح الطرح هذايا الاولاد ما نتصور خلينا نشوف الدمج ساعه نتاعهم حاب نشوف زين زاوش عامل تبارك الله بون اوكي ابارامون ثما برشا فايت ويت صاروا في الزبي سورتو اورن عاش حسيت ياسر يوزلس طرح هذايا الكاو بارابولتاكس نتاعهم anyway تمنينا ان نوريكم طرح نربحوا فيه معناها ومش مشكل ضمانا للشفافيه الحلقه دي مش تاخد رئيس وكذا مثل شو مش شفافيه خلصت الحلقه دي كانوا فوالا نشكروا اخونا عزرة تلقاو اللينكس نتاعو الكل موجودين اللوطه يستريمي زاد على تويتش فهمتني انستغرام تاعه وجاو كذا فهمتني بالنسبه للبنات اللي حبوا يتعرفوا عليه اكثر قال لك كان البلونديت تو شم الفلوس قال لك كان البلونديت مقبل لك البلونديت باهي اوكي دونك حاجه باهي في اللي هو وفي مخلص عندك شي حاجه تحب تقولها عازره تشكر شكون والديك صحابك اللي تفرجوا كيف هذا ذاكم والله نشكر ناس كويس سبورتيني في التورنوا رغم اللي فيليت كيما جيلي في الطرح هذايا دبليو جيلي كاو العائلة كفار اللي قاعد تسالها في الديسكورد الاخر كاو تصور هذايا هو يعطيكم صحة خاطركم تفرجتوا الاولاد ان شاء الله حلقة جاية قولوا لنا شكون تحبوا يكوتشينا في الحلقة الجاية فهمتني وكاو شكرا حسب على السماع والى اللقاء باي باي